بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. We are going to start this lecture number 9. We are going to talk about the control of international operation. هنتحدث عن أدوات الرقابة في العمليات التشغيلية على المستوى الدولي international operation. The learning objective of this lecture, we are going to define and to identify the purpose and the function of the control process. ما هي الأغراض وما هي المهام الخاصة بعمليات الرقابة؟ وأيضا we are going to explain the control mechanism and control approaches. وحنوضح كذلك آليات الرقابة وآليات التحكم، بالإضافة إلى توضيح المنهجيات the approaches of the control and the cultural aspects of multinational companies control والتأثيرات الثقافية ومدى تأثيرها على أدوات الرقابة بالنسبة للشركات العالمية متعددة الجنسيات and additional control problems of MNCs. وحنناقش مشاكل إضافية متعلقة بالرقابة تخص الشركات العالمية متعددة الجنسيات and the ownership and host government involvement، وإلى أي مدى يتم تدخل الحكومات فيما يتعلق بعملية المشاركة أو عملية الملكية في الشركات العالمية. So the introduction. No organizations can accomplish its goals without proper control. لا يمكن أن هنالك أي مؤسسة أن تقوم بتحقيق أهدافها ما لم يكن هنالك عملية رقابة جيدة وعملية سيطرة وعملية تحكم حتى يمكن أن تقيس الأهداف المحققة مقارنة بالأهداف التي تم تخطيطها. So the imperative of organizational control is heightened when firms cross national borders and expand into unfamiliar foreign markets. وتصهر الأهمية بشكل كبير جدا وحتمية وجود الرقابة التنظيمية وعوامل السيطرة تصهر بشكل جلي عندما تقوم المؤسسات بممارسة أعمالها cross national borders، يعني خارج الحدود الوطنية بتاعتها، وبالتالي تتوسع إلى أسواق أخرى تكون unfamiliar، يعني هي أسواق غير مطروقة من قبل، فبالتالي تزداد أهمية وجود عوامل رقابة وعوامل تحكم. During the 1980s, many developing countries experienced financial crisis. Most of them were forced to block the transfer of hard currencies abroad. Multinational companies operating in this nation were unable to repatriate earnings or assets. كان سابقا في العام 1980 كثير من الدول النامية شهدت إشكاليات وأزمات مالية صعبة جدا، ومعظم هذه الدول قامت بفرض قيود على عملية تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج، مما شكل ضغط كبير جدا على الشركات العالمية متعددة الجنسيات فيما يتعلق بأنها تستطيع أن تحول الأرباح بتاعتها أو تحول حتى الأصول بتاعتها إلى الخارج. So in effect the MNC's control of these funds and indirectly a partial control of their business was subject to host government policies. وبالتالي عملية التحكم في الأموال والتمويل الخاص بهذه الشركات بطريقة غير مباشرة أصبح تحت رحمة السياسات الحكومية والقرارات التي تتخذها الحكومات الوطنية. فبالتالي some firms بعض المؤسسات used unique methods to move block funds abroad. لا يمكن لهذه الشركات أن تقف مكتوفة الأيدي، ولكن استطاعت إنها تبتدع وتبتكر بعض الطرق الغير تقليدية حتى تقوم بتحويل أموالها إلى الخارج. For example, Columbia Pictures film movie in Kenya to use up block funds generated by its parent company Coca-Cola. شركة كوكاكولا عندها شركة، يعني إحدى شركاتها الفرعية اللي هي شركة كولومبيا بيكتشرز، هي متخصصة في الأفلام، فقامت من شركة كوكاكولا عشان تستطيع أن تخرج أموالها للخارج قامت بتصنيع عمل
فيديو أو فيلم في كينيا، وهذا الفيلم طبعا بيتم توزيعه على مستوى العالم ويتم بيعه، وبالتالي كل الأموال بتكون بطريقة غير مباشرة حصل لها خروج بطريقة ذكية. ده مثال أول. مثال ثاني، in Tanzania another firm found a creative way to spend money blocked in the country. أيضا كذلك في تنزانيا واحدة الشركات برضو اتبعت أسلوب آخر لأنها كيف أنها تقدر يعني تنفق أموالها المقلقة داخل هذا القطر. For a while it booked all its airline tickets for all destination in or out Tanzania Dar es Salaam the capital of Tanzania. فبالتالي هذه الشركة قامت بشراء التذاكر اللي الصادرة من وإلى دار السلام اللي هي عاصمة تنزانيا، فأصبح أي شخص مثلا يدفع للحصول على التذكرة فبيقوم بيسدد في حساب الشركة وبيصدر له التذاكر، فبالتالي هي استطاعت إنها أيضا إنها تخرج مبالغ مقدرة. So the blocking of funds is only way host governments intervene with a normal business operation of MNCs. فعملية حجز الأموال بواسطة الحكومات الوطنية تعتبر دي واحدة من العوامل التدخل الكبيرة جدا اللي بتمارسها الحكومات مع العمليات التشغيلية للشركات العالمية وعدة جنسيات. Often MNCs lose some control over their foreign subsidiaries due to host government demands. وأيضا كذلك نجد إنه الشركات دي أحيانا قد تفقد السيطرة على الشركات الفرعية بتاعتها نتيجة لمتطلبات التي تأتي من حين للآخر من الحكومات أو الشركات التي أو من الشركات الفرعية التي تمارس فيها هذه تمارس بعض الحكومات أنشطتها، فبالتالي هذه الحكومات تؤثر على الشركات الفرعية بفرض مزيد من المتطلبات مما يؤثر على عوامل الرقابة بشكل كبير جدا. So the effective management of an organization among other factors depend on securing continuous and sufficient progress towards goals. فبالتالي حتى تكون هنالك إدارة فعالة بالنسبة لأي مؤسسة من ضمن يعني الإدارة الفعالة من ضمن عناصر أخرى بيعتمد على إنه to secure continuous and sufficient progress، إنه لابد إنه نضمن استمرارية وتطور بشكل مستمر تجاه تحقيق الأهداف. So the management must determine if the organization is following the right strategies and if these strategies are being implemented correctly. فبالتالي إدارة فعالة لابد إنه يكون عندها أدوات بتاعت رقابة حتى تطمئن إنها هي تسير في الخطى السليمة وفي المسار الصحيح، فبالتالي بتحدد هل هي بتتبع الاستراتيجيات الصحيحة وهل هذه الاستراتيجيات يتم تطبيقها بطريقة سليمة. So the sound management also involves asking whether the organization is moving in the proper direction if the results obtained are those intended. وهل المؤسسة نفسها تسير في الاتجاه السليم وهل النتائج المحققة مقارنة بالأهداف الموضوعة هل هي مطلوبة. So the organization control could provide answer to this question. فبالتالي كل هذه الأسئلة التي تدور في المؤسسة نعتبر إنه الرقابة التنظيمية ممكن إنها تجاوب على هذه الأسئلة بشكل كبير جدا. فالcontrol is needed not only for detecting problems and deviation from plans but also for anticipating problems before they occur. فالشيء الطبيعي إنه الناس الفهم إنه عملية الكنترول هي تستخدم من أجل اكتشاف الأخطاء أو الإشكاليات أو الانحرافات عن أهداف الخطة، ولكن هي أيضا كذلك تستخدم من أجل عملية التنبؤ بالإشكاليات قبل حدوثها. دي واحدة من الوسائل الرئيسية ممكن تستخدم فيها الكنترول organization control. So the organization control مقصود به refer to the process of monitoring and evaluating the effectiveness and efficiency of organization performance and taking corrective action when performance falls short of expectation. بالتالي الرقابة التنظيمية نقصد بها عملية الرقابة وعملية التقييم بالنسبة للأداء التنظيمي
او الاداء الفعال والاداء الاداء بكفاءه بالنسبه للمؤسسه، واخذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه عندما يكون هنالك اي قصور في الاداء. Based on this definition, there are four components in control system. وبناء على هذا التعريف اللي احنا ذكرناه، بنجد انه في اربع مكونات رئيسيه موجوده في الكنترول سيستم او نظام الرقابه. المكون الاول the first spell out the intended results and establish the standards against which organization activities and accomplishments can be measured. يجب انه نحدد النتائج المطلوبه، ويجب نحدد في المرحله الاولى وانه نؤسس الى معايير من خلالها نستطيع انه نقيس هذه النتائج. The second, monitor and collect information on organizational activities that are aimed at goal accomplishment. يجب انه في المرحله الثانيه انه نعمل مونيتورنج، نعمل رقابه، نعمل تجميع للمعلومات الخاصه بالانشطه التنظيميه التي تهدف او التي لها علاقه بتحقيق شنو؟ تحقيق الاهداف. الخطوه الثالثه اللي نعمل evaluate organization performance and results for effectiveness. احنا حددنا المعايير ويبقى بالتالي هنجي نعمل التقييم هنا evaluate، نقيم الاداء التنظيمي ونقارنه بالنتائج اللي تم تحقيقها. الخطوه الاخيره اللي هو make necessary adjustment to correct deficiencies during and after implementation of strategy. يبقى هنا المرحله الاخيره انه نعمل الاجراءات التصحيحيه اذا كان هنالك في اي نقص او في قصور اما اثناء او بعد تنفيذ الاستراتيجيه. So the deficiencies could be due to shortcoming in implementation or flaws in strategy. احيانا العجز اللي بيتم او القصور اللي بيتم قد يكون ناتج في عمليه التنفيذ نفسها، وقد تكون الخطة موضوعة بشكل سليم ولكن عملية التنفيذ قد تكون فيها أخطاء. So the failure of strategy could be related to changes in environmental factors that were the big premises of strategic plan. وأيضا كذلك واحدة من أسباب فشل الاستراتيجيات إنه قد تكون ناتجة للتغير اللي بيحدث في العوامل البيئية اللي هي بتكون واحدة من الـ من الـ من العوامل الرئيسية اللي بتأثر لنا على الخطط الاستراتيجية. فإن any case a properly constructed control mechanism should provide information regarding the shortcoming. وبالتالي في أي حال من الأحوال عندما يجب إنه نؤسس آلية بتاعة رقابة تكون constructed، تكون منشأة مؤسسة بطريقة جيدة عشان تقدر تزودنا بالمعلومات اللازمة حول القصور الذي تم حتى يمكن إنه نقوم بإجراء عمليات التصحيح اللازمة. طيب ما هي هذه الآليات the control mechanism؟ We have several control mechanisms can be used individually or in combination in any organization or in an organization. عندنا العديد من الآليات بتاعت الرقابة يمكن أن تستخدم بطريقة فردية ويمكن أنها تستخدم مجتمعة مع بعضها البعض. Some are very formal such as various reports from the lower level of the organization hierarchy to higher levels. منها النوع اللي بنقول عليه فورمال اللي هو بطريقة رسمية، وفي النوع الثاني اللي هو الانفورمال. الفري فورمال دي اللي هي عبارة عن التقارير اللي بيتم رفعها من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا في المؤسسة. أما الانفورمال اللي هي بطريقة غير رسمية these are such as visualization and acceleration which instill organization values in member and create uniformity in decision and actions. الانفورمال دي اللي هي عبارة عن عمليات الرقابة التي تنتج من البيئة الاجتماعية والبيئة بتاعت الثقافة المؤسسية نفسها والقيم المغروسة في الأعضاء نفسهم، بتخلق وحدة في عملية اتخاذ القرار والأفعال، فبتلقى الناس كلهم سلوكهم واحد وعملية الرقابة هي عملية بطريقة بتتم يعني مرتبطة بالقيم بالفاليوز قيم المؤسسة نفسها ولا ترتبط بالطرق الفورمال بالطرق الرسمية والتقارير وغيره، ولكن مرتبطة بالقيم وبالأخلاق. So in the following section في ال هنيجي نشوف في السلايد الجاي we review the major control mechanism. طيب هنيجي نشوف أول واحد اللي هو الانبوت
في input وفي output control. The input control is regarded as behavioral control, while expectations are communicated to employee in advance. Then through personal supervision and surveillance, they are guided and directed to reach goals. Of course, reward and punishment are the instruments that are used to induce goal-oriented behavior modification. It works best in a small organization. الانبوت كنترول الآلية دي متعلقة بالرقابة السلوكية، حيث انه التوقعات من العاملين يعني هو التوقعات نفسها بتاعت المؤسسة المطلوبة من العاملين communicated to employee، بيتم ايصال الاشياء المطلوبة من العاملين نفسهم، من حيث التعامل مع الكاستمرز، من حيث التعامل المالي والبيرسونال سوبرفيشن والاشراف الشخصي وعمليات السيرفيلانس اللي هي حتى بتكون في كاميرات رقابة وكده. فبالتالي هم من الاول يعني تم توصيل التوقعات بالنسبة لهم، so they are guided، حصل لهم توجيه ودايركتد وتمت قيادتهم وتوجيههم نحو تحقيق الاهداف. Of course, rewards and punishment and instruments. وفي الحالة دي عملية الجزاء والثواب أو العقاب والثواب دي تعتبر من الأدوات اللي عادة في هذه الآلية بتستخدم من أجل تحفيز أو تعديل السلوك البشري بالنسبة للموظفين. وعادة هذه الآلية تستخدم وهي أفضل بالنسبة للمؤسسات small organization، مؤسسات صغيرة وعملية السيطرة بتكون فيها سهلة عكس المؤسسات الكبيرة. output control المؤسسات دي إن بتختلف شوية is result oriented and use impersonal measures. دي هنا بتوضع الأهداف مباشرة وبتستخدم مقاييس غير شخصية. بيتم مقارنة the difference between expected and the final outcome، بيتم مقارنة الشيء اللي تم وضعه من الأساس وال final outcome الناتج النهائي. It relies on feedback information to correct deviation. Output works for well large organization. والطريقة دي طبعا تستخدم في شنو؟ في المؤسسات الكبيرة ال large، where the complexity and heterogeneity of activities require standard objective measure of comparison. وكل ما كانت الشركة كبيرة كل ما كان فيه heterogeneity، كان فيه تعدد واختلافات في الأنشطة، فبالتالي دي بتحتاج انه يكون في standard objective، يكون في أهداف موضوعة في وفق معايير وتكون في مقاييس للمقارنة. وبالتالي دي بتستخدم عادة في المؤسسات شنو؟ المؤسسات الكبيرة the large organization. طيب نجي نشوف the locus of decision making اللي هي نقطة اتخاذ القرار وين او مركز اتخاذ القرار. usually عادة all major strategic and critical decisions are made by top level executives. معظم القرارات الاستراتيجية الحرجة يتم اتخاذها بواسطة الإدارة التنفيذية العليا. some organizations may allow dispersion of decision making power for important matters among lower level managers. وفي بعض المؤسسات التي تتيح يعني عملية المشاركة في عملية اتخاذ القرار في المواضيع الأخرى ما بين اللور ليفل مانجرز المدراء على المستوى شنو الأدنى. فبالتالي اللوكس اوف ديزيشن ميكينج مركز اتخاذ القرار قد يكون سنتراليزيشن، قد يكون مركزي، أو قد يكون ديسنتراليزيشن، قد يكون شنو لا مركزي. So the centralization of decision making is characteristic of a firm in which most decisions are made by top level managers. طالما هي مركزية معناها دي هي عبارة واحدة من الخصائص اللي بتتميز بها المؤسسات التي يتم اتخاذ القرار فيها على المستوى شنو الأعلى، عشان كده بيقولوا عليها centralized. In centralized MNC foreign subsidiaries have limited decision making authority. وبالتالي طالما القرارات مركزية يبقى الشركات الفرعية التابعة للشركات العالمية وتعدد الجنسيات عندها قدر محدود من سلطات اتخاذ القرار. And most important matters are decided by headquarters. ومعظم القرارات المهمة بيتم اتخاذها بواسطة المركز الرئيسي.
على العكس، على النقيض، so opposite is decentralization. Why decision making power is dispersed among more managers. اللامركزية انه يتم توزيع او اتاحة فرصة لاتخاذ القرار بالتشاور مع بقية المدراء. و decentralized MNC give more autonomy to their foreign subsidiaries. وهذا النوع من اتخاذ القرار بطريقة لامركزية بيطيح للشركات الفرعية الفورن سبسيدريز انه بديها مزيد من الاستقلالية في عملية اتخاذ شنو القرار. سو يبقى بالتالي نحن عملية الرقابة مهم جدا، عرفنا الآليات اللي فيها، عرفنا انه لابد انه نعرف وين مكان اتخاذ القرار لانه بأثر لنا في عملية الكنترول والرقابة بشكل كبير جدا. طيب في حاجة مهمة أساسية، احنا قلنا عملية الانفورميشن كوليكشن اللي هو تجميع المعلومات كواحدة من النواتج لعملية شنو الكنترول او الاورجانيزيشن كنترول. طيب كيف بتتم عملية تجميع المعلومات؟ through communication information flow، عملية الاتصالات وعملية تدفق المعلومات. فبالتالي information collection or organization performance is the linchpin in any control system. فجمع المعلومات في أي مؤسسة حول أداء أي مؤسسة ده يعتبر العمود الفقري لأي نظام بتاع الرقابة. بدون وجود معلومات بالتالي لا تستطيع أنك أنت تقدر تتعرف على deficiencies، أنه في عجز أو في أي deviation أو في أي انحراف أنت تقدر تعالجه. So to assess the firm's viability and the relevance of its strategy, a very data may be collected from inside and outside the firm. يبقى بالتالي عشان انت تتأكد من موثوقية ومن من 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 مدى يعني المسار وتقيم وتعمل assess تقييم للاستراتيجية، يجب انك تجمع معلومات variety، معلومات مختلفة، يجب تجميعها من inside and outside the firm، من داخل المؤسسة ومن خارج شنو المؤسسة. So to monitor the performance, a variety of information is communicated between different parts of organization. وبالتالي عشان نقدر نراقب الأداء بشكل جيد، ال variety of information دي المعلومات المختلفة التي تم تجميعها بيحصل لها communicated، بيحصل لها شنو مشاركة ما بين الأجزاء المختلفة للمؤسسة. طيب دي المرحلة الأولى إنه نجمع المعلومات. المرحلة الثانية إنه الاستراتيجيك والجوز والإكسبكتيشن آر كوميونيكيتد، إنه يجب إنه ننشر الاستراتيجيات بتاعت المؤسسة، ننشر الجولز الأهداف اللي عايزة تحققها المؤسسة، ننشر الإكسبكتيشن التوقعات اللي بتنتظرها المؤسسة. سو آر كوميونيكيتد فروم هيد كوارتر تو سبسيدريز، يتم نشرها من الإدارة العليا إلى حتى المستوى الأدنى وشركات الفرعية. So the communication and information flow range from periodic financial and operational reports to occasional face-to-face meeting. فبالتالي آلية تدفق المعلومات والتواصل قد تتم عن طريق التقارير المالية الدورية كل ربع سنوي أو التقارير التشغيلية، أو قد تكون أحيانا في اجتماعات face to face مباشرة. الآن the telecommunication technology has expanded MNC's information processing capability and has resulted in movements towards both centralization and decentralization. الآن التطور التقني في عمليات الاتصالات استطاع أنه يوسع من مقدرات الشركات العالمية متعددة الجنسيات إنها في الحصول يعني وتطور القدره بتاعتها في عمليه تفعيل البيانات والحصول على النتائج بشكل كبير جدا نتيجه لسرعه التواصل، مما انعكس بشكل كبير جدا في عمليه اتخاذ القرار سواء مركزيا او غير مركزيا نتيجه لوجود التواصل بشكل تقني متطور جدا. طيب نجي نشوف واحدة من التولز اللي هي الفورمال ريبورتس، التقارير بشكل رسمي. نجي الفورمال ريبورتينج اون فاينانشال اوبريشن اسبيكت along with local market data are essential means of subsidiary control by the MNCs. التقارير الرسمية حول الأداء المالي والأداء التشغيلي وما يتعلق بالبيانات الخاصة بالسوق المحلي
دي تعتبر essential means، تعتبر من الوسائل الأساسية بالنسبة للشركات الفرعية ولعملية الرقابة، يعني من خلال التقارير اللي بتترفع للإدارة العليا حول السوق وبيانات السوق والأنشطة التشغيلية وكده، بيقدروا يتعرفوا على أداء الشركات الفرعية في السوق المعني. So most MNCs rely heavily on financial reports for control of foreign subsidiaries. The financial data such as return on investments and inventory turnover allow comparison with industry norms and provide information on the progress made in strategy implementation. وبالتالي بنلقى انه معظم الشركات العالمية متعددة الجنسيات بتعتمد بشكل كبير جدا على التقارير المالية لعملية الرقابة لشرعات الشركات الفرعية. فبنلقى انه مثلا زي البيانات المالية المتعلقة بالعائد على الاستثمار Return on Investment او معدل دوران المخزون، دي بتدي مؤشرات على حركة السوق وبتدي مؤشرات ما يتعلق بالعائد على الاستثمار ومدى فائدة الاستثمار في الدولة المعنية. فدي بتتيح فرصة انه to comparison industry norm عشان يقارنوا بالصناعة الموجودة ويشوفوا وضع المؤسسة وشكلها هناك كيف. فبالتالي ده بدينا معلومات حول البروجريس، حول التطور في الاستراتيجية الموضوعة من قبل الشركة العالمية او في تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة من الشركة الام. So the intra-firm business transaction and corporate tax variation among host countries make the use of financial data by MCs more complex. بنلقى انه في بعض الاشكاليات اللي بتخلي انه استخدام البيانات المالية دي بواسطة الشركات الام او الشركات العالمية متعددة الجنسيات more complex، اكثر تعقيدة، نتيجة احيانا بيكون في انحرافات في الكوربريت تاكس، في الضرائب نفسها المفروضة من قبل الحكومات نفسها، او الانترا فيرم ترانزاكشن او التدخلات حول البيزنس نفسها داخل الدولة المعنية وفرضها للضرائب والرسوم. دي احيانا كثير بتجد انه استخدام الداتا دي المالية بتكون اكثر تعقيدا بالنسبة للشركة. طيب دي واحدة من الفورمال ريبورت. في ايضا كذلك في الانفورمال كوميونيكيشن اللي هو عندنا التواصل او الاتصال بطريقة غير رسمية، is used along with the formal communication to convey to members of organization what performance expected or to schedule them to comply with norms. عملية الاتصال بطريقة غير رسمية هي تسير جنبا إلى جنب مع طريقة الاتصالات بطريقة رسمية. دي الهدف الأساسي منها إنها من خلال يمكن أن نرسل رسائل إلى الموظفين حول الأهداف التي نرغب في تحقيقها مثلا من الاستراتيجية بتاعتنا، ومما إنها تدفعهم لأنه يتماشوا مع القيم بتاعت المؤسسة بشكل كبير جدا. الانفورمال كوميونيكيشن از مور سطل ان دايركت انفورسينج اورجانيزيشن ستاندرد. سام فيرم فور اكزامبل كوميونيكيت دريس كود تو ممبر ويزاوت ميكينج فورمال ستيتمنت اباوت ات. فبنجد احيانا نتيجة لانه في قيم موجودة في المؤسسة بنلقى انه الناس التزموا بالدريس كود، يعني بزي موحد بدون ما يكون في اي فورمال ستيتمنت، بدون ما يكون في قرار رسمي. فبنلقى الناس انها توحدت مثلا في زيها وفي لبسها نتيجة لمعرفتهم بقيم هذه المؤسسة. فدي هنا عادة الانفورمال كوميونيكيشن بتكون بطريقة اندايركت، يعني بتكون بطريقة غير مباشرة، بتفرض المعايير بتاعت المؤسسة نتيجة لانك انت اذا جيت شخص جديد وبتحصل الناس كلها عندها طريقة معينة في اللبس، في الستايل، في التواصل، فانت حتلقى نفسك انك حتمشي في نفس الاتجاه بشكل تقليدي او بشكل نمطي. بالتالي الفورمال دي اللي احنا زي قبل ما ذكرناها الفاينانشال ريبورت وغيرها. الهيكل التنظيمي نفسه organization structure increase competition، منافسة العالمية والمتزايدة، and changing market condition require time to concerted and informed response from various organization units. وبالتالي يجب انه
نتيجة للتغير في السوق بيتطلب انه يكون في استجابة موحدة واستجابة فورية من جميع وحدات المنظمة بشكل كبير جدا. وعشان نقدر احنا to increase the organization capability for proper response to competition in other market, fair, we need to institute more central control. وعشان نقدر نزيد من المقدرات بتاعة المؤسسة وعشان نقدر نخلي الاستجابة بتاعتها تكون متجاوبة ومتزامنة مع زيادة المنافسة ومع عناصر السوق الأخرى، نجد إنه المؤسسات محتاجة إنه أو تؤسس لسنترال كنترول، إنه يكون عندها رقابة مركزية بشكل كبير جدا. For example، كمثال the MNCs that find themselves faced with intense competition may require tighter control and could centralize their operation by restructuring. فأحيانا نلقى إنه نتيجة للمنافسة الكثيفة ومتزايدة، نجد إنه هنالك بعض المؤسسات قد تتطلب إنه يكون عندها رقابة صارمة عشان تقدر تستمر في هذه البيئة التنافسية، وبالتالي بتكون كل القرارات بتاعتها بتحصل لها centralization، بحصل لها شنو مركزية لكل العمليات والتشغيلية بتاعتها. ده مما ينعكس على إنها مضطرة إنها هي تقوم شنو تعدل الاستراكشر بتاعها، تقوم تعيد إعادة هيكلة للهيكل التنظيمي عشان يتماشى مع النظام الرقابة الجديد. في الانتجريتيف ميكانيزم، دي فيريس انتجريتيف ميكانيزم ار يوز تو كنترول اند مانج انتردبندنس امونج ديفرنت اورجانيزيشن يونتس، دي اللي هي آليات مختلفة وهي متكاملة، بيستخدم من اجل الرقابه واداره الاندر ديبندنس امونج ديفرنت اورجانيزيشنز، اللي هي رقابه الادارات والوحدات اللي هي بتعتمد على بعضها البعض داخل المؤسسه. So the more common integrative mechanisms are liaison position, cross unit committee, integrator and matrix structure. وعاده الشكل الاليه ده يا اما يكون في شكل تكوين لجان ما بين الوحدات المختلفه من ضمنها، او يحصل تكامل بيناتهم، او من خلال الماتريكس ستراكشر او النظام شنو النظام الشبكي اللي احنا قبل كده اخذناه. هذه الاليات this mechanism form a continuum form او from simple to complex moving from liaison to matrix in term of complexity. وعاده دي هذه الاليه يعني تتطور من السهوله الى التعقيد، يعني من طريقه الليزن الى طريقه الماتريكس الى طريقه شنو الى طريقه بتاع الى تصل الى الماتريكس اللي هي بتكون مصفوفة بتكون فيها أكثر تعقيد. فبنلقى إنه lower level of interdependency المستويات الدنيا في الاعتماد بتاعتهم في الاعتماد بتاعهم call for the use of simple integrative mechanism، عادة بيتطلبوا إنه يستخدموا آلية بتاع التكامل بسيطة، ولكن the more complex دي اللي هي زي شنو زي matrix is appropriate for the management and control of high level of interdependency. فبالتالي كل ما كان في احتياج لرقابة مستوى عالي جدا احنا بنستخدم نظام شنو آلية بتاعت الماتريكس، واذا كان اقل بنستخدم الشنو الليزان. فدي اللي هي ابسط سيمبولي. عملية الريسورس لوكيشن او تخصيص الموارد نفسها، the primary relationships among various units of business organizations center on economics. العلاقة المبدئية أو الرئيسية ما بين الوحدات المختلفة بتركز على العملية شنو اقتصادية. ف one way of exerting control is through resource allocation. فواحدة من العوامل بتاعت الرقابة بتاعتنا اللي احنا ممكن نستخدمها اللي هي عملية تخصيص الموارد، اللي هي the pattern of distribution of resourcing anything that people value money material promotion knowledge technology vacation, large office, it is indicates to the members the performance outcome desired by the organization. اللي هو عملية تخصيص وتوزيع الموارد، سواء كانت هذه موارد بشرية أو مالية أو ترويج أو حتى معرفة وغيرها. فبالتالي من خلال changing the allocation of resource among subsidiaries, MNC effectively exercise control over them. فمن خلال عملية تخصيص الموارد بين الوحدات المختلفة، بالتالي يستطيع المؤسسة إنها to effectively exercise control، إنها تقدر تدير عملية الرقابة
بشكل كبير جدا. In some MNCs, في بعض الشركات العالمية, the direction of resource flow is from headquarters to subsidiaries. In integrated MNCs, however, the flow of resources is multidirectional. وعادة ما نجد إنه تدفق الموارد نفسها بيجي من المركز الرئيسي للشركات شنو الفرعية. وفي أحيانا في الـ integrated MNCs, الشركات العالمية اللي هي بيحصل فيها بيكون في تكامل, بيكون هنا التدفق بيكون ملتي دايركشنال, بيكون يعني ما عنده توجه رأسي أو أفقي, لكن بيتم عملية التزود بالموارد من عدة شنو اتجاهات, بنقول عليها ملتي شنو ملتي دايركشن. سو يبقى بالتالي دي واحدة من الـ كلها دي أدوات اللي ذكرناها دي لعملية الرقابة. هنيجي نشوف أداة من الأدوات اللي بتستخدم بشكل كبير جدا اللي هي البادجيتنج سيستم, اللي هي نظام شنو الموازنات. نحن تخصيص الموارد نفسها كيف بيتم تخصيص الموارد through the budgeting. The budgeting is the allocation of resource among various organization needs based on the present needs, past performance and the projection of future needs. عملية الموازنة, في فرق بين الموازنة والميزانية. الموازنة هي تكون قبل والميزانية تكون بعد. فالموازنة هي عبارة عن تخصيص للموارد, سواء أصول ثابتة, سواء مالية أو بشرية أو غيرها, بناء على وحدات الاحتياجات الوحدات الحالية أو الأداء السابق أو الأداء أو الاحتياجات المستقبلية المتوقعة. So the budgets are standards against which actual performance can be measured. وبالتالي الموازنات هي تعتبر من احد من المعايير اللي بتستخدم عشان يتم قياس الأداء الحقيقي من خلاله. من نهاية العام بيشوفوا المنصرف مقابل الشيء الموضوع. So the firm use different budgets for monitoring important activities and function, such as capital expenditure budgeting, marketing and promotion budget, and the research and development budget. فبنلقى انه المؤسسات تستخدم عدد من الموازنات لإجراء عملية الرقابة للأنشطة بتاعتها المختلفة. فبتكون عندها موازنة اللي هم بيقولوا عليها موازنة المصروفات الرأسمالية للأصول وغيرها, في موازنة بتاعت التسويق والترويج, في موازنة البحوث والتطوير. So with budgeting system, MNC not only monitor subsidiaries activities, they also establish priorities, they reflect corporate strategy. ولكن أيضا هذه الآلية, آلية الموازنة, لا تستخدم فقط من أجل الرقابة على الأنشطة الخاصة بالشركات الفرعية, ولكن أيضا عشان تساعدنا في تأسيس وتحديد الأولويات اللي بتنعكس على الاستراتيجية بتاعت المؤسسة. So increasing or decreasing the budget is an effective way to dictate the direction of subsidiary development and progress. فبالتالي أحيانا بنلقى في موازنات إن يعني زادت من الشيء المطلوب, وفي أحيان حصل decrease. فدي تعتبر واحدة من الطرق الفعالة جدا اللي بتحدد لنا اتجاه مدى تطور الشركات الفرعية في تحقيق الأهداف وفق الاستراتيجية. So بالتالي دي واحدة من الـ كل الحاجات اللي احنا ذكرناها دي, والبادجيتنج سيستم دي واحدة من الآليات بتاعت الرقابة المهمة جدا. كده خلصنا الآليات الميكانيزم. هنيجي نشوف الكنترول ابروتشز, المنهجيات اللي احنا بنشتغل عليها وبنستند عليها. عندنا 3 ابروتشز تو كنترول, عندنا 3 منهجيات أساسية اللي هي ذا ماركت ابروتش, رولز ابروتش, اند كلتشرال ابروتش. Based on the proposals, the 3 approaches from triangular continuum along with the organization use combination of 2 methods, control input and output control. فبنلقى انه مع استخدام لهذه المنهجيات ايضا بتستخدم معها طريقتين اخرتين اللي هي الطريقة بتاعت الانبوت وشنو والاوتبوت. These 3 approaches do not exist in pure form, which each however may be dominant for a given organization. Among the 3 approaches we will argue cultural control may be needed to respond to the uncertainty and complexity of international environment. نحن حتى الرقابة اللي هي متعلقة بالرقابة الثقافية نفسها, cultural control, أو رقابة الثقافة داخل المؤسسة نفسها, محتاجين لها عشان
تعالج لنا، تستجيب لنا للإشكاليات المعقدة في البيئات العالمية نتيجة لاختلاف الثقافات، أو الأنسيتينتي أو عدم التأكد واليقين نتيجة لاختلاف الثقافات الموجودة. فعادة بنلقى إنه هذه المنهجيات الثلاثة does not or do not exist in pure form، ما بتتلقي يعني بتكون موجودة يعني هي بشكل بيور، ولكن بنلقاها إن عادة بتكون dominant، يعني بتكون هي الغالبية والمسيطرة، ولكن في عوامل أخرى مؤثرة زي cultural control. فالشكل ده ما بيورينا الكلتشر والرول والماركت بتأثر لنا بشكل كبير جدا على شنو، على الاورجنايزيشن. طيب نيجي نشوف الآلية الأولى اللي هي الماركت ابروتش. كنترول ميكانيزمز امبلويد ان ماركت ابروتش ار اكسترنال ماركت فورسز، كومبيتيشن، سبلاي اند ديماند، اند كونتراكتشوال اجريمنتس ار امونج ذا اكسترنال فورسز ذات جوفرن ذا ريليشن شيب امونج اورجنايزيشن يونتس. بنلقى انه واحدة من الاليات بتاعت الرقابة اللي هي الية بتاعت الرقابة بتاعت السوق نفسها، الماركت ابروتش، اللي هي دي عبارة عن عناصر السوق الخارجية اللي هي متعلقة بالمنافسة، الطلب والعرض، الاتفاقيات التعاقدية، من ضمن عناصر اخرى ايضا دي برضه عندها علاقة كبيرة جدا بينه وبين الوحدات التنظيمية. فنلقى انه الـ NMEC using the market approach resemble a federation of autonomous units. They are free to deal with internal other units and subsidiaries or external suppliers. فبنلقى انه عادة الشركات العالمية متعددة الجنسات بتستخدم الـ market approach انها بتمثل لنا أو بتمثل لنا يعني بتشابه لنا اتحاد لوحدات مستقلة عندها الفري، عندها الحرية في انها تتعامل مع الانترنال ولا مع الاكسترنال سبلايرز، انها تتعامل مع الوحدات الداخلية نفسها او تتعامل لنا مع شنو، مع السبلايرز الموردين. الاوتبوت كنترول عادة is dominant method in market approach، تعتبر واحدة من الطرق اللي بتستخدم داخل المنهجية دي نفسها، اللي هي ما يتعلق بعملية الترانسفير برايسينج، البارجينينج، تحويل السعري او عملية البارجينينج او المانجمنت كومبنسيشن، ادارة التعويضات وغيرها، دي كلها ما يتعلق لنا بشنو، بعملية الاوتبوت كنترول. المنهج الثاني اللي هو الرول ابروتش، ده بيميل للمنهج الرولز بتاع القوانين اكثر يعني او الاجراءات. In most organizations the rule approach seem to be more feasible than other control، ده هنا بكون اكثر وضوحا من المناهج الاخرى. فالrules oriented organization use process input and output controls، فبالتالي هنا بيستخدم لنا الطريقتين، المنهج ده بيستخدم طريقة الانبوت والاوتبوت كنترولز. It relies extensively on established rules and procedures such as planning, budgeting, formal reports, performing evaluation and hierarchical structure. فبنلقى انه هو بيعتمد بشكل كبير جدا زي ما قلنا على القوانين، فبيعتمد على الخطة الموجودة، عملية التخطيط، عملية الموازنة، التقارير الرسمية، تقييم الأداء، وحتى على شكل الهيكل نفسه. فالرولز work best when both goal incongruence and performance ambiguity are moderately high and when the environment is relatively stable. وعادة هذه المنهجية عندما يكون هنالك في يعني عملية performance ambiguity اللي هي عدم وضوح أو غموض الأداء، are moderately high يعني شوية فيه ارتفاع أعلى والسكيل بتاعه عالي شوية، وعندما تكون الانفيرمنت نفسها شنو تكون ستيبل فيها اكثر شنو استقلالية. طيب when there is less congruence among the various goals pursued by the members whose oriented courses provide a common ground for action and coordination. ولكن عندما يكون هنالك يعني قليل من التطابق ما بين الأهداف المختلفة، فبالتالي بنلقى إنه هذا المنهج الروز أورينتد كنترول سيستم بيوفر لنا أرضية
يعني تكون تخلق أرضية بتاعت كوردينيشن، بتاعت تنسيق بالنسبة للأكشن نفسها والأفعال. فبالتالي عندما يكون كل ما كانت الأهداف نفسها عندما يكون فيها اختلاف أو أقل تطابقا، بالتالي هذه اتباع هذا الأسلوب يعتبر هو الأفضل، لأنه بيخلق أرضية لعملية التنسيق ما بين الوحدات المختلفة. طيب نجي نشوف النوع الثالث اللي هو الكلتشر ابروتش او الكلتشر ابروتش. In the culture approach, external rules and procedures are internalized instead of the supervisory surveillance. هنا that is common in role-oriented organization, individual exercise self-control abide by culture norm expectation. هنا في المنهجية دي عادة الإجراءات والقوانين الخارجية بيحصل لها شنو؟ بيحصل لها توطين داخلي، بمعنى بدلا من استخدام عملية الرقابة والإشراف واتباع القوانين بشكل صارم، هنا بنلاقي إنه الأفراد نفسهم اكسرسايز بيقوموا يمارسوا عملية الرقابة من خلال التزام هم بالكالتشرال نورمز، بالعادات والقيم والاكسبكتيشن والتوقعات اللي المؤسسة بتفترض انها هتتحصل عليها منهم. So the less time is needed to respond to feedback information and the cost of control is lower than in the case of the other two approaches. فبالتالي هنا عملية الاستجابة لعملية التغذية الراجعة من المعلومات بتاخد زمن قصير جدا، لانهم معتمدين على القيم بتاعتهم والثقافة بتاعتهم. التكلفة نفسها بتاعت عمليات الرقابة هنا بتكون شنو؟ إزلس، بتكون أقل، تكون قليلة جدا وما بتاخد زمن يعني، أو بتاخد تكلفة عالية أكثر من المنهجيات الأخرى. Also the culture is vital factor in globalization of the firm. It facilitates control over foreign operation. وبنلقى إنه طبعا الثقافة نفسها تعتبر عنصر حاسم جدا في مدى يعني انطلاق الشركة نحو العالمية، لأنه هي دي بتسهل عملية الرقابة على الأعمال التشغيلية الأجنبية بشكل كبير جدا. So the most common example of the cultural approach is found in Japanese organizations. Japanese organizations are generally more loosely organized. فعادة بنلقى إنه واحد من الأمثلة لهذا النموذج اللي هو النموذج الياباني. عادة اليابانيين بيحترموا القيم والتقاليد بشكل كبير جدا، فبنلقى انه عادة المؤسسات بتاعتهم more loosely organized، يعني ما بتفتقد للشكل الريجد الهيكل، ليه؟ لانه اعتمادها على العوامل الثقافية بشكل كبير جدا. يبقى the culture نفسها الثقافة is most effective control mechanism، تعتبر واحدة من الآليات المهمة جدا لعمليات الرقابة. Societies effectively manage and control over their people by devising cultural controls. والمجتمعات نفسها بتدير الأفراد بتاعينها من خلال أدوات الرقابة الثقافية. Through the socialization process, members internalize the values and norms of society which becomes the criteria of judging behavior. يبقى بالتالي من خلال العملية الاجتماعية وعملية إنه الأفراد يأتوا بقيم وعادات مجتمعية لتصبح واحدة من المعايير الخاصة بالحكم على السلوك الفردي. So the internalized values are also strong motivating forces that induce people to behave according to society expectation. وبالتالي القيم اللي هي حصل لها توطين داخلي المؤسسة نفسها تعتبر من العناصر المحفزة جدا، إنها بتحفز وترقب الأفراد إنه يكون سلوكهم مطابق لما يتوقع المجتمع منهم. So the organizations employ culture and socialization for control purpose too. وبالتالي المؤسسات بتقوم بتمارس أو تطبق عملية الرقابة الثقافية وعملية إنه إدماج
الثقافة والعمليات الاجتماعية كواحدة من الوسائل لشنو للرقابة. ليه؟ because the MNCs operating culturally diverse environments، لأن الشركات العالمية بتتعامل في بيئات ثقافية مختلفة وبيئات اجتماعية مختلفة. So the challenge however is to build a control system that capitalize on the synergy of cultural diversity. والتحدي الرئيسي اللي بيقابل الشركات العالمية متعددة الجنسيات انه يقوموا ببناء نظام بتاع كنترول سيستم بتاع رقابة يستطيع انه يعمل سينيرجي، يعمل تكامل ما بين التنوع الثقافي للافراد بشكل موحد. يعني في كالتشرال دايفرسيتي، في تنوع ثقافي، لكن كيف انه يعمل سينيرجي بيناتهم ويعمل تكامل بيناتهم بشكل اساسي لمصلحة المؤسسة. Okay, so we are going here to talk about the corporate socialization. Corporate socialization here we mean it is a process by which members learn what behaviors and perspectives are customary and desirable in the work environment. هنا بتوصف لنا العملية التي من خلالها يتم الأفراد يقوموا بالتعلم السلوكيات ويتعلم البرسبكتيف وجهات النظر وما هو مرغوب داخل المؤسسة. فعملية الكوربريت سوشياليزيشن تيك بليس ثرو كومبينيشن اوف اوبفيوس سابتل مينز. ذا اوبفيوس مينز كوربريت سوشياليزيشن ساتس اس جوب روتيشن مانجمنت ديفلوبمنت بروجرام انفورمال كمباني سبونسر ايفنتس. فعملية الاندماج المجتمعي داخل المؤسسة يعني بيتخذ وسائل عديدة، ممكن من خلال الجوب روتيشن اللي هي انه يحصل تدوير للعمالة في الوحدات المختلفة، ممكن يحصل ديفلوبمنت بروجرام برنامج التطور الوظيفي حتى يتم دمج الافراد مجتمعيا في الانفورمال كمباني سبونسر ايفنتس، حتى من خلال احداث الفعاليات التي تقوم برعايتها الشركة بطريقة غير رسمية. اوف كورس ذا كوربريت ريورد اند كومبنسيشن سيستم از ان اوبفيوس اند باورفول تول for shaping employee behavior and promoting the socialization process. طبعا ده شيء طبيعي انه عملية وجود نظام للحوافز، نظام للتعويضات وللمكافآت تعتبر واحدة من الوسائل القوية جدا اللي بتشكل سلوك الافراد واللي هي بتعمل ترقية لعملية socialization within the organization. So for a domestic firm, socialization of employees is relatively routing process. بالنسبة للعملية socialization للأفراد في الشركات المحلية تعتبر عملية شنو روتينية، عملية تتم بشكل روتيني. ولكن the dispersed separation of MNCs makes the socialization process more difficult and challenging. ولكن نجد أن الشركات العالمية متعددة الجنسيات نتيجة لانتشارها الجغرافي أصبحت عملية socialization process، خلق الترابط الاجتماعي داخل المؤسسة، واحدة من الصعوبات والتحديات الأساسية. So the aware of the challenge, many MNCs use job rotation to introduce employee early in their career to the firm, the culture and the ropes around their goals operation. فعادة معظم الشركات العالمية متعددة الجنسيات بتستخدم عملية job rotation أو التدوير الوظيفي عندما يتم تقديم الموظفين في يعني في مرحلة تعيينهم الأولى أو توظيفهم وهكذا. So for example to demonstrate that contrary to employees perception international experience was not a roadblock career advancement. For example زي ما ذكرنا إنه عشان to demonstrate عشان نوضح that contrary to employees perception على العكس من وجهات النظر بتاعت الموظفين International experience was not a roadblock to career advancement. لا تعتبر الخبرات الدولية تعتبر عائق أو يعني مصد للطريق في عملية التطور الوظيفي. The General Electric revamped its job rotation program. فشركة General Electric العالمية قامت بتجديد وتطوير برامج التدوير العمالة أو الموظفين برامج بتاعه. فإت started sending its brightest stars to foreign assignments rather than run of the mill managers it used to pick up for posts abroad. ف
فكان بترسل البرايت ستار اللي هو الناس الناس اللامعين بترسلوا للمهام الخارجية أكثر. Run of the mill managers it used to pick for the post abroad. فدي كانت واحدة من 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 التغيير اللي حصل في شركة جنرال إلكتريك. التطور evolution of coordination and control MNCs because of additional coordination and control difficulties. The MNC face they need more sophisticated control mechanisms than they are used by domestic firms. طبعا نتيجة للاحتياج للتنسيق إضافي وللصعوبات الخاصة بعمليات الرقابة اللي بتواجه الشركات العالمية متعددة الجنسيات، تحتاج لعمليات رقابة معقدة أكثر من التي تستخدم في الشركات المحلية. فthey need to respond simultaneously to the different strategic requirements of foreign countries demand much flexibility. محتاج انها تستجيب بشكل سريع وشكل مرن جدا لكل المطلوبات الاستراتيجية الخاصة بمتطلبات الدول الأجنبية التي تعمل فيها. ف consequently in addition to the formal means of control coordination MC need to rely on a wide range of informal mechanisms include informal networks of communication, corporate culture and socialization, career path management. فبالتالي بنجد انه بالإضافة للوسائل التقليدية العادية لعملية الرقابة، نجد أن الشركات العالمية يعني بتعتمد على وايد رينج، على فئات متعددة وطرق متعددة من الآليات. ممكن تستخدم آليات انفورمال غير رسمية، ممكن تستخدم شبكات تواصل غير رسمية، بتستخدم الكوربريت كشر، الثقافة بتاعت المؤسسات، تستخدم عمليات الدمج الاجتماعي وحتى عمليات إدارة الكارير باس التطور الوظيفي. So عندنا المالتي ناشونال والمالتي دوميستيك. The control and coordination mechanism of firm focusing on multi domestic strategy are dependent upon the national level business environment. فبنلقى إنه المالتي دوميستيك استراتيجي أو استراتيجيات بتاعت الشركات اللي هي بتكون مالتي دوميستيك بتركز أكثر، بتعتمد اكثر على البيئات المحليه. فهذه البيئات this business environment affecting international business activity include national sentiments, protectionist barriers and communication transportation difficulties. فبنلقى هذه الشركات المالتي دوميستيك بتواجه بعض الاشكاليات متعلقه بقوانين الحمايه، الصعوبات المتعلقه بوسائل النقل وصعوبات الاتصال. من ناحيه global because of more favored economic and political environments, market liberalization and deregulation, advancement in production technologies, increase economy scale and decrease transportation and communication costs, and firms have become more centralized in production and marketing activities. وبالتالي نجد انه عالميا نتيجة لتفضيل الاقتصاد العالمي، نتيجة للبوليتيكال انفيرمنتس للبيئة السياسية المؤثرة على السوق العالمي اللي هي مرتبطة بتحرر تحرير السوق، ديريجوليشن اللي هي رفع القيود، فالتطور في عمليات الانتاج البرودكشن التقنية، الزيادة في الوفرات الانتاجية للوحدات ايكونوميز وسكيل، الانخفاض تكلفة الترانسبورتيشن النقل نفسه، وايضا كذلك حتى عمليات الكوميونيكيشن حصل لها انخفاض نتيجه للتطور التقني. فبالتالي الفيرمز هاف بيكم مور سنترلايزد، بالتالي الشركات نتيجه لهذه العوامل الكثيره اصبحت اكثر مركزيه في عمليات الانتاج وعمليات الماركتنج اكتيفيتيز. بكل بسبب هذه الاسباب، طالما انه في وفرات اقتصاديه يبقى بتنتج مركزيا، طالما انه في ديكريس في الترانسبورتيشن بتنتج مركزيا، طالما في انخفاض في تكلفه الاتصالات برضه بتنتج مركزيا، وهكذا. دي كلها واحده من العوامل اللي اثرت على شكل الشركات نفسها. الترانزناشونال دي اللي هي الانتقاليه because of increased global competition and radically changing global business environment, the need to flexible manage subsidiaries or business units are become more significant. The requirement to centralize and decentralize inter-organization control and coordination has increased.
فبالتالي نتيجة لزيادة المنافسة العالمية والتغير الجذري اللي تم في بيئة الأعمال، أصبح هنالك حوجة لوجود إدارة مرنة لوحدات الأعمال، وأصبح من المهم جدا. فبالتالي هنالك أصبح حوجة لأن يكون في عملية سنترلايز مركزية وعملية دي سنترلايز غير مركزية فيما يتعلق بعمليات التنسيق وعمليات الرقابة. التكنولوجيكال ديفلوبمنت التطور التقني have resulted in globalization, standardization of business and competition in many industry. فالتطور التقني ده انعكس لنا بشكل كبير جدا في عملية العولمة وفي مع عملية standardization of business، اللي هي انه العالم اصبح موحد المعايير فيما يتعلق بالاعمال وما يتعلق بعملية الكومبيتيشن. فبالتالي دي يمكن بعض الاسبكتس بتاعت الكالتشر واثرت لينا، وشكل الابروتشز نفسها تاثر لنا على الكنترول بشكل كبير جدا. لكن هنالك في ايضا اديشنال كنترول بروبلمز، هنالك اشكاليات ايضا مرتبطه بالام ان سيز، اللي هي مرتبطه مثلا باللانجويج اند كالتشر ديفرنسز، اختلافات اللغويه والاختلافات الثقافية، geographical distance between headquarters and subsidiaries، التباعد الجغرافي الكبير ما بين المقر الرئيسي وما بين الفروع بتاعت الشركات، legal differences اختلافات القانونية، security issues المواضيع الخاصة بالأمن، الانترافير business transaction اللي هي العمليات الخاصة ب التعامل الداخلي ما بين الوحدات الأعمال وبين الشركات المحلية نفسها، الكرنسي اكسجين جريت فلكشويشن التغير والتذبذب في سعر الصرف بالنسبة للعملات الأجنبية. دي كلها عبارة عن إشكاليات تواجه عمليات الرقابة في الشركات العالمية بشكل كبير. فنبدأ مثلا كأول واحد من الاديشنال فاكتورز اللي هي اللانجويج اند كلتشرال ديفرنسز، اختلافات الثقافيه وعامل اللغه. فامونج فيريس فورين اوبريشن ان ذا سورس اوف ماني ديفيكولتيز ام ان سيز هيد كوارترز انكاونتر، دي تعتبر واحده من العناصر الرئيسيه اللي بتشكل اشكاليات بالنسبه وتواجه الشركات العالميه متعدده الجنسيات. Some of the problems can be reduced by assigning expatriates who are accustomed at headquarters to key managers position in subsidiaries and identifying local managers who are proficient in the language of headquarters. فأحيانا يتم معالجة الإشكاليات اللغوية والثقافية دي إن يتم تعيين بعض الأفراد اللي هم expatriate اللي هم ناس بيكونوا وافدين يعني أو أجانب وحصل لهم عملية يعني اندمجوا مع الثقافة بتاعت المركز الرئيسي بشكل كبير جدا، وبخطوهم في الوظائف القيادية دي في الشركات الفرعية، وأيضا بيحددوا عدد من المدراء المحليين الأكفاء فيما اللي عندهم كفاءة في عملية اللغة. Typically, however, most staff at headquarters have limited or no foreign language skills and the language problem remains real. ولكن ما زالت عملية اللغة تشكل إشكالية نتيجة لأنه ما ليس هنالك الكثير من الموظفين يعني عندهم لغات متعددة يستطيعوا أن يتلائموا مع كل اللغات أو كل لغات العالم. So the result is that the communication between much of headquarters staff and for subsidiary is limited to contact with those subsidiary employment who can speak the language of the headquarters. وبالتالي دي واحدة من الإشكاليات اللي بتواجه المركز الرئيسي في التواصل، لأنه بيكون التواصل محدود بين وبين الموظفين في الشركات الفرعية اللي هم بيكونوا ما بيتحدثوا بنفس اللغة بتاعت شنو بتاعت المركز الرئيسي. فدي واحدة من الإشكاليات اللي بتواجه عمليات الرقابة. الجغرافيكال ديستانس التباعد الجغرافي، برغم انه telecommunication technologies and improvements in transportation facilities have greatly aided the expansion of MNC operation, fast geographical distance between MNC subsidiaries however pose control problems that even today's modern telecommunication and ease the travel has not been able to fully overcome. التطورات الاتصالات التقنية والتحسن في وسائل التنقل عبر الطائرات وغيرها
ده ساعد بشكل كبير جدا على توسع الأعمال التشغيلية للشركات العالمية بشكل كبير. ولكن نجد أنه أيضا هذا التباعد الجغرافي يمثل إشكالية، بالرغم من توافر أجهزة التواصل الحديثة، ولكن نجد أنه يعني البعد الجغرافي لم يتم يعني fully overcome، يعني ما تم علاجه بشكل كامل. فالنصين كان substitute face to face communication، فما في حاجة، ما في بديل لأنه يكون في اجتماعات مباشرة face to face أو من خلال الزيارات personal visit، تكون في زيارات شخصية من المركز الرئيسي للفروع. Written communication, telephone call, voice computer message are not the same as personal visits. فكل الاتصالات الكتابية أو خلال الهاتف أو استخدام الإيميل صغيرة، ده ما بيغني عن إنه تكون في زيارات من المركز الرئيسي إلى الفروع. So often to travel from headquarters and visit for a subsidy take at least couple of days and much advance preparation. ونجد كذلك إنه عملية زيارة المسؤولين من المركز الرئيسي إلى الفروع بيحتاج عدد من الأيام، وبيحتاج إلى advance preparation، يكون في تنسيق مسبق لأجندة الزيارة والاجتماع حتى تؤتي أكلها. طيب legal differences، اختلافات القانونية. Laws and legal procedures are central to the concept of organization control. يعتبر الإجراءات القانونية دي واحدة من الأشياء المركزية جدا فيما يتعلق بالرقابة التنظيمية. The control of business firm depends on the legal institution and practice of the host country. The practice not that legally are accepted or rejected in one country are not necessarily honored by the other. فبنلقى إنه عملية الرقابة الخاصة بالأعمال عادة ما تعتمد على المؤسسات والممارسات القانونية التي تتم في البلد الذي يوجد به الاستثمار. فالممارسات القانونية التي قد تكون موجودة أو يعني مقبولة أو مرفوضة في بلد آخر قد لا يتم قبولها في بلد آخر، والعكس صحيح. So the MNC's control of foreign subsidies can take place only within the confines of the legally accepted business zone of the host country. وبالتالي نلقى إنه كل العمليات والرقابة الخاصة بالشركات يجب إنها تكون خاضعة لشنو؟ للقانون في الدولة المعنية. In effect, the host country's legal system may place limitation on the control that controls can exercise. وبالتالي بنجد انه قد يكون النظام القانوني في البلد المعني بيضع بعض القيود والمحددات على عمليات الرقابة اللي بتمارسها الشركات العالمية على فروعها، فدي واحدة من الإشكاليات اللي بتواجه الشركات. Security issues، المواضيع الخاصة بالأمن نفسها. Most nations have benefited from globalization. However, increased international trade, information explosion, including the use of internet and increased immigration have also made easier for various groups to engage in terrorism. نجد إنه معظم الدول قد استفادت من العولمة بشكل كبير جدا، وبالرغم من زيادة التجارة العالمية، انتشار المعلومات بشكل كبير جدا، استخدام الانترنت، زيادة الهجرة ما بين الدول، كل هذه الأشياء أيضا خلقت أو جعلت من السهولة إلى يكون في تواجد بعض المجموعات الإرهابية. So the terrorism adversely affect international business and pose a serious question regarding the control of MNC's operation. وبالتالي العمليات الإرهابية دي أو عدم توفر الأمن دي واحدة من الحياة اللي بتفرض قيود بشكل كبير جدا على الأداء بتاع الشركات العالمية وتعدد الجنسيات. For a long time, developing countries had certain concern of the loss of control to MNCs. ولوقت كبير جدا الدول النامية عندها بعض الاهتمامات الخاصة بفقدان السيطرة فيما يتعلق بشنو؟ بالشركات العالمية متعددة الجنسيات. Intra firm business transaction. Firms can use various strategies for entering into foreign markets. كثير من المؤسسات عندها استراتيجيات مختلفة عشان إنها تقدر تدخل في الأسواق الأجنبية، منها عملية الإكسبورس، التصدير، الكونتراكشوال أجريمنت، اتفاقيات التعاقدية، أو حتى الدايركت إنفستمنت، الاستثمار المباشر. Within this context, therefore,
An MEC could be viewed as a network of resources, products and components, capital, technology, knowledge and personnel. فبالتالي يمكن أن ينظر للشركة العالمية متعددة الجنسيات بأنها عبارة عن شبكة من الموارد متعلقة بالمنتجات، متعلقة بالمكونات، التصنيع، الكابيتال تكنولوجي والنوليدج، معرفة الرأسمالية، رأس المال، التكنولوجيا النوليدج، المعرفة والتقنية، والبيرسونيل، عملية إدارة الموارد البشرية. Flow cross national borders among businesses controlled by the headquarters. فهي كل هذه الموارد يتم التحكم فيها من خلال المركز الرئيسي. من خلال in this network في داخل هذه الشبكة resources flow from MNC's quarter located in home country to subsidiaries in foreign country. بيتم انسياب الموارد هذه من المركز الرئيسي إلى شنو؟ إلى الشركات الفرعية. Additionally, they are inter-subsidiary business transaction. بالإضافة لذلك فيما يسمى بالinter-subsidiary business transaction between them and the headquarters that are not controlled by headquarters. اللي هي inter-firm business transaction إنه يكون في subsidiaries في شركات فرعية بتنتمي للشركة الأم ولكن فيما بينها في عمليات بتاعت business بتتم بيناتهم that headquarters are not controlled by headquarters. دي ما بتم السيطرة عليها بواسطة شنو المركز الرئيسي. فدي يمكن شكل للانترا فيرم ريسورس فرو اللي هو التدفق بتاع المواد الموارد الخام. في عناصر اخرى the pattern of resource allocation and the amount of control exerted by the headquarter is determined by many factors. نموذج تخصيص الموارد وقدر الرقابة الممارسة من المركز الرئيسي يتم قد يتم تحديده يعني عبر عناصر أخرى كثيرة من ضمنها among they are important of subsidiary to MNCs and required relationship between the subsidiary and the host government اللي هي العلاقة ما بين الشركات الفرعية والحكومة المستضيفة للاستثمار نفسه. فبنلقى إنه subsidiary for example may be given more decision making authority if it has established setting links with local community and to do requires more autonomy. فبالتالي الشركات الفرعية احيانا قد تحتاج انها لخلق علاقات مع المجتمع المحلي ومع الحكومات المحلية محتاجة الى مزيد من استقلالية في اتخاذ القرار. فبالتالي ده بيتطلب انها more autonomy يكون عندها مزيد من الاستقلالية. Also headquarters confidence in the managers of subsidiaries determines the amount of central control exercised over them. وايضا كذلك مدى ثقة المركز الرئيسي في المدراء الفرعيين ده بيحدد لنا درجة الرقابة المركزية اللي بتمارس عليهم. ايضا كذلك في الownership and host government involvement واحدة من العناصر الاخرى اللي مدى تدخل الحكومة في العمليات الرقابية زي ما قلنا. فإن discussing control and concern of multinational corporation two separate but interrelated you should stand out. The first one is control of organization performance as just discussed. احنا ناقشنا في السابق اللي هي الرقابة التنظيمية اللي بتمارس من قبل المؤسسات على الأداء بتاعها ودي it deals with activities an operation of the enterprise providing information and assurance that corporate plans have been accomplished. ودي تعاملت لنا مع الأنشطة والعمليات التشغيلية وبتدينا بتزودنا بالمعلومات والتأكيد على إنه الخطط يتم تنفيذها كما هو مخطط له. Typically it is control of organization performance that comes to mind when discussing the subject of control. The second issue الموضوع الرئيسي الثاني اللي هو the legal and the ownership control that deal with the business government relationship and participation of host country in the ownership of the foreign subsidiary. واحدة من المواضيع الثانية اللي هي مدى تداخل الحكومات وامتلاك حصة في الشركات الفرعية. فبالتالي the legal and ownership issues of control are even more challenging and complex than those involving in corporate strategies. فبالتالي الواحدة من المواضيع الرئيسية جدا بتأثر لنا على الرقابة اللي هي عملية وجود ملكية قانونية للشركات للحكومات على هذه الشركات
فبيجعل الامر اكثر مور تشالنجينج، تحدياته اكثر ومعقد اكثر. بس لنا على الكوربريت استراتيجي. الفاينانشال انفستمنت ديزيشن، القرارات الماليه والاستثماريه. The most prevalent demand by host governments for financial participation in foreign subsidiaries, particularly in Asia and South America. Host government pressure MCs to share equity. واحدة من الإشكاليات إنه في بعض الدول اللي هي زي مثلاً في آسيا وفي ساوث أمريكا، أمريكا الجنوبية، في بعض الحكومات بتضغط على الـ MNC إنه تشير إيكويتي، إنه يشاركوا في الحصة بتاعتهم with domestic investors، إنه يدخلوا بعض المستثمرين المحلية or host government agencies أو بعض المؤسسات ذات الصبغة الحكومية. Under the pressure, some NCs come to these demands. Most MCs do not strongly object to minority equity ownership. فكثير من الشركات الحكومة الشركات بتخضع لهذه المتطلبات، ولكنها do not strongly object to minority equity ownership. ولكن عادة ما بتكون هي النسبة بتاعتها شنو العالية. In fact, sharing of ownership with host country investor is an effective protection against host government policy decisions that could adversely affect the MNC operation. واحيانا كثير من الشركات العالميه تلجا لهذه الطريقه حتى انها تتفادى وتحمي نفسها من السياسات الحكوميه اللي هي ممكن تاثر على العمليات التشغيليه داخل البلد المعني بشكل كبير. ايضا كذلك البيزنس ديزيشن، القرارات الخاصه بالاعمال. الهوست جوفرمنتس انترفير ويز بزنس ديزيشن باي استابليشينج سيرتين بيرفورمانس كريتيريا فور سيرتين سبسيدريز. الحكومه برضو بتعمل بعض القوانين او السياسات الخاصه بالاعمال، وبتعمل بعض الكريتيريا، بعض المعايير اللي هي ممكن تؤثر على الاداء بتاع الشركات الفرعيه. This criteria includes the local components requirements, market share limits, time products, export quotas. زي ما قلنا بتفرض بعض القيود انها يكون عندها حصه سوقيه محدده لا تتجاوزها، يكون عندها قيود على عمليات الانتاج، عمليات انه يكون في مكون محلي، عمليات التصدير، الكميات المصدره. So the local components requirements involve demand of many host governments that products sold by MCs in the host market incorporate locally produced components or raw materials. وبالتالي بنلقى انه يعني واحده من الحاجات انه الديماند اوف ماني هوست جوفرمنت، الطلب بتاع الحكومات عاده انه المنتجات اللي بيتم بيعها بالشركات العالميه في السوق المحلي انه يكون جزء كبير جدا من المواد الخام بتاعته مصنعه او موجوده في السوق المحلي. In both, for instance, there is a requirement on FDI, foreign direct investment, imposed by the Indian government for foreign firms. Single brand retailers have to order 30% of foreign components to local Indian suppliers. إنه هنا بيفرضوا في الهند مثلا، بيفرضوا الحكومات بتفرض على المؤسسات إنها تستخدم 30% من المكونات من السوق الهندي المحلي. الهدف الرئيسي is to increase MNC's contribution to the local economy. والهدف إن عايزة تزيد من مشاركة أو مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد المحلي وفي عملية الامبلويمنت، وتقلل من عملية وتزيد في عملية التوظيف، وتقلل من عملية الهارد كرنسي سبيندينج، عملية الاستهلاك للعملات الأجنبية أو الدولارز. في المواضيع الخاصة بالهيومن ريسورس مانجمنت ديزيشن، الهوست جوفرمنت ديزيرز تو انكريز ذا امبلويمنت سكيلز اند نوليدج اوف ذير بيبل مانفيستد ان سيفرال واي. بنلقى انه الحكومات عادة بترغب في انها تزيد من التوظيف ومهارات العمالة بتاعتها او المواطنين، تزيد من نقل المعرفة، وبتظهر في اشكال كبيرة جدا. The host government may demand that host national be appointed top manager position with local subsidiary operation. احيانا بيطلبوا انه يتم تعيين بعض الافراد المحليين في مواقع ادارية عليا عشان تزيد من المهارة بتاعتهم. Compliance with this demand makes the control of operation more difficult. ولكن الالتزام والتماهي مع هذه المطلوبات قد يجعل عملية الرقابة صعبة جدا. Especially where trust and competence between become issue. بالذات عندما يكون هنالك عملية بتاعت فقدان ثقة ما بين الطرفين. وبالتالي الـ MNCs become more cautious and increase headquarter control when they are forced to appoint host national as the head of foreign subsidiary.
وبالتالي الشركات العالمية تصبح أكثر حذرا وبتزيد من عمليات السيطرة والرقابة عندما يفرض عليها أنه يتم تعيين مواطن من الدولة المعنية أو محلية في موقع إداري. فبالتالي الموس ام ان سيز جراند مور ديزيشن ميكينج اوثوريتي تو اكسبيريت مانجرز، وبالتالي الشركات العالميه بتدي الافراد خارج البلد المعني نفسها اللي هم بيقولوا عن اكسباتريت تديهم مزيد من السلطه اكثر من شنو من الافراد المحليين. وان هافينج كانتري ناشونال از هيد اوف فورين سبسيدي از بيرسيفد تو ريديوس ذا نيد اوف اذر مين اوف كنترول. وبالتالي دي واحدة من الحياة اللي بتخلي انه ما بكون في تقليل للحوجة لمزيد من عوامل شنو؟ من عوامل السيطرة. ايضا عامل الـ ownership and control of foreign affiliates. Besides the nature of this decision، كل القرارات اللي احنا ذكرناها دي، في عناصر اخرى influence the centralization of decision making as the headquarters. في عناصر اخرى بتأثر لنا على القرار وبتقلل لنا من عملية بتاعت شنو؟ الاوتونومي. قلل من عملية السيطرة. We have already referred to the few of these factors including the skill experience managers and their nationality. عناصر أخرى زي ما قلنا المهارة والخبرات وغيرها والجنسية نفسها. Other factors are the size and degree for internalization of the ANCs. عناصر أخرى بتأثر لنا عملية الرقابة اللي هي مدى درجة وحجم المؤسسة نفسها في وتوقلها في السوق العالمي. The type of product produced by subsidiary، نوع المنتجات نفسها اللي بيتم انتاجها. The markets that are free service، والاسواق نفسها التي يتم خدمتها. And the size of equity owned by others، وحجم حجم الحصص الملكية، نسبة الملكية للآخرين في الشركة. كده احنا نكون وصلنا لنهاية محاضرة اليوم ان شاء الله، the lecture number 9 بإذن الله سبحانه وتعالى. أتمنى إنه تكون محاضرة تسوكي والشرح واضح، وإلى أن نلتقي معكم في المحاضرة الأخيرة القادمة إن شاء الله. لكم من ألف تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.